فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء الطهور هو الذي لا لون له ولا ريح ولا طعم، يقول وماء البحر له طعم مالح. من قال هذا؟ ما قال أحد أنه هو الذي ليس له لون ولا ريح ولا طعم. لا، النجاسة إذا كان لون النجاسة أو ريح النجاسة أو طعم النجاسة هذا هو المقصود. أما اللون اللي ما هو نجس ولا الريح اللي ما هو نجس فهذا ما يضر. نعم، هذه خلقته كذا. الماء الطهور هو الباقي على خلقته من حلاوة أو مرارة أو ملوحة أو حرارة أو برودة، باقي على خلقته. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.